بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولاد الشطار، بعد ما حليت الواجب تعال نراجعه مع بعضنا، وتعال نعلق عليه كمان. يعني احنا هنراجع ونعلق على الهوم ورك ده. أول جملة عندنا بتقول كوفيد 19 is، مرض الكوفيد ماله؟ It passes from one person to another. The infected person بينتقل من الانفكتد to other quickly، للآخرين بسرعة. يبقى هو نفسه ماله. Infectious يعني معدي. The actress، الممثلة. طيب infectious يعني معدي، وديت بتوصف الايه؟ المرض. ليه خدت الصفة الـ IOS الادجكتيف دي؟ ليه خدتها؟ اقولك باختصار خالص، علشان في قبلها verb to be اللي هي is. تمام؟ ليه ما خدتش الناون infection؟ اقول لك هيحتاج ذا، هيحتاج a او an، او مثلا ضمير زي his و her، فتروح جايب ساعتها بقى infection، او ان انت تجيب بعدها of، ضمير زي of. تجيب بعدها of اللي هي حرف الجر، ده مين؟ infection. طب ليه ما خدتش infected؟ infected ايه؟ خلاص، فعشان كده الاجابة infectious. طب ليه ما خدتش infect؟ الفعل، فلان عمل كذا. لا، انا عايز الصفة علشان ايه؟ is. وinfection of، او قبلها a او an او the. اما infect ده verb، وانا هنا مش عايز verb، ودي برضو ايه؟ infected ده اللي هو المصاب نفسه. The actress، الممثلة، مالها؟ her role on the stage efficiently، تؤدي بشكل كفء. if performs، الممثلة مالها؟ تؤدي، الفعل اللي انا عايزه هنا. طب لو قلت has، لديها، يبقى لديها performance، has a great performance، an efficient performance، وتبقى محتاجة ساعتها الآية أو آن، ومحتاجة الايه؟ الصفة. طيب there is a lot of smoke، في دخان كتير جدا. we could hardly، بالكاد ان احنا نقدر، ها فين كلمة يتنفس هنا؟ breathe. طب واللي من غير ايه؟ التنفس. طب واللي فيها الاي ان جي؟ النون بروسيس، الاسم اللي بيدل على العملية. طب وبريز بكده، بريز بالشكل ده، دي معناها النسيم، وديت عملية التنفس. طيب you never know how he is going to، انت مش عارف عمرك ازاي هو هاي تو، يبقى الفعل في المصدر تو ايه؟ react، الفعل في المصدر بعد تو. infection of the wound may occur، bacterial infection يعني العدوى البكتيرية، may occur ربما تحدث. طب يا مستر ايه الكلمة الاولانية bacterium ديت؟ bacterium دي كلمة مفرد معناها بكتير أو جرثومة. طب والجمع بتاعها؟ بكتيريا. يعني الـ IUM مفرد، والجمع IA. ركز معايا، بكتيريم مفرد، بكتيريا جمع، ميديم مفرد، ميديا جمع، كرايتيريام مفرد، كرايتيريا جمع. كرايتيريا دي معناها معيار، وميديا يعني وسيلة، ميديم وسيلة، وميديا وسائل. The fire، الحريق، has caused، سبب ايه؟ severe damage، يعني خسارة شديدة، severe damage. I asked him his name، سألته عن اسمه، but he didn't، ولكنه didn't respond، ولكنه لم يرد، didn't respond. teachers learn various for dealing with problem students، التيتشرز عندهم كثير من الايه؟ من التكنيكس، تكنيكس او ways، الطرق. do you know what، هل تعلم ماذا؟ the volcanoes to happen، التركيب ده cause مفعول to المصدر، cause مفعول to المصدر، causes. smoking can seriously damage your، اللي smoking هيدمر ايه؟ smoking damage your health. emergency are available in public hospitals all day long،
اسمها emergency services، خدمات الطوارئ. We can no longer have confidence in the quality of air. No longer have confidence، ما بقاش عندنا ثقة في الـ air. We هنا عايز الـ verb. We ايه؟ We breathe، اللي احنا بنتنفسه. Breathe. We need a big win. احنا عايزين فوز كبير علشان نعمل ايه؟ To boast، علشان نديفلوب، نمبروف، نحسن. بوست يعني نحسن ايه؟ نحسن our confidence. طيب ركز معايا بقى في اللي جاية دي. انا عندي كلمة بوست verb معناها develop، معناها improve يحسن، معناها upgrade يرقي. دي كلمة بوست بالO O. في بقى عندي واحدة تانية OA، وديت معناها ايه؟ يتباهى، اللي هي feel proud. feel pride، feel proud. feel proud يعني يشعر بالفخر. we all كلنا boast، بنتباهى. بزويل تمام، he is the greatest scientist، هو اعظم عالم. اما الكلمه دي بص معايا كده، post equals publish online، يعني بينشر على الانترنت تمام. لذلك انا في المثال ده هاخد يحسن بوست. environmental groups want a total environmental، عيدها. environmental groups want a total on the dumping to clear of nuclear waste. nuclear waste يعني نفايات النووية، بيحصل لها ايه؟ دامبنج، تفريغ. فين؟ في البحار. فالجماعات البيئيه الانفيرمنتال جروبز عايزه تعمل ايه؟ عايزه تعمل بروهيبشن. بروهيبشن يعني منع. اللي بعدها اير اي هاز ريتشد دينجرس ليفلز. اير اي اير بولوشن، بولوشن تلوث. اما بوبوليشن تعداد سكان. اكتب ورايا، اكتب ورايا. pollution contamination. تلوث. دول معناهم ايه؟ تلوث. اما كلمة population دي معناها تعداد السكان. population تعداد السكان. اوكي؟ طيب المثال اللي بعده، system produces substances. السيستم اللي بيطلع لي substances، عناصر. to help fight infection، تساعد في محاربة الانفكشن، العدوى. and the disease، والامراض. ده اسمه ايه؟ ده اسمه immune system، جهاز المناعي. she is 83 and is still good، still in a very good health. يعني هي عندها كم سنة؟ 85 ولسه عندها ايه؟ good health، اللي هي 60 ما شاء الله. his results didn't show the presence of any farms. الريزلتس يعني النتائج بتاعته، didn't show the presence، لا توضح وجود اي فورمز من البكتيريا. we don't know if his body were removed from him. اسمها body organs. body organs يعني اعضاء الجسم، ما نعرفش في اي organs اشتلت من جسمه ولا لا. يعني مثلا يقوم بعض الاطباء بزراعة الاعضاء. لو جت لنا في الترجمة الاختياري فتلاقيه ممكن يلعب كده ويقول لك ايه؟ some doctors perform organ transplant. في الجملة اللي بعدها تلاقيه كاتب لك بدل organ ايه؟ تلاقيه كاتب لك كلمة member. ايه الفرق بين member
عضو وأورجان عضو. أورجان عضو من أعضاء الجسم، وممبر عضو في فريق وجماعة. أورجان وممبر، تلاقي بيلعب كده، أنت كده عرفتهم. I must have caught a on holiday. I feel sick. Must have دي معناها أكيد حصل. أكيد حصل إن أنا caught أصبت بإيه؟ بفيروس. طب اشمعنى خدت a virus بالأخص؟ خدت فيروس بالأخص عشان a. أكيد جاني فيروس during the holiday عشان I feel sick، حاسس بألم. He walked away، هو walked away from nothing more than bride. ايه البرايد؟ برايد يعني كرامة. He walked away، هو بعد suffering from، وهو بيعاني من nothing، بيعاني من لا شيء سوى hurt bride يعني كرامة مجروحة. اشمعنى يا مستر خدت هيرت على الرغم من الاختيارات ما فيهاش هيرت؟ اقول لك لان دي في المعنوي. Protesters المحتجين threw stones كانوا بيرموا حجارة على البوليس. Who responded والبوليس responded reacted تفاعل معهم بالايه؟ بالبوليتس بالرصاص رابر بوليتس الرصاص المطاطي. I asked her whether she was married or not وانا بتقدم لها سألتها هل انت مخطوبة او متجوزة ولا لا؟ وهي على طول في نفس الوقت وفي الحال قالت لي no I'm not married لا لا مش متجوزة. هنا الاجابة immediately يعني على الفور قالت I can't think of any possible for his absence انا مش قادر افكر في possible explanation للابسنس مش لاقي لها تبرير. explanation يعني شرح. I don't pretend to be on the subject انا لا اتظاهر باني expert on the subject خبير. My brother and I انا واخويا كل واحد مننا عنده separate rooms. separate rooms يعني غرف منفصلة. She's looking for a job هي بتدور على وظيفة تكون قريبة اللي هي close to her home. He lies هو ممدد ماله awake صاحي مستيقظ اللي هي الكلمة الأولى. She was from a gush عندها gush جرح في الدماغ هنا on the head وهي كان عنده جرح وهو bleeding بينزف. I can't wear such blouse ما اقدرش البس البلوزة دي It will make me هتخليني feel embarrassed أحس بالإحراج. إيه اللي تخليك تحس بالإحراج؟ التايت الضيق. The body often الجسم بيعمل respond بيستجيب response بيستجيب to stress by becoming ill بيروح إيه مخستع على طول ويديها إيه مرض. My chest قفص الصدر عندي felt painful and I was coughing وعمال أكح. In 19th century في القرن 19 England diseases were the principal cause of death. Infectious diseases الأمراض المزمنة كانت الكوز بتاع الديث. The children are to each other in age الأطفال دول close to each other يعني قريبين من بعض. Nobody can be and at everything nobody can be an expert محدش يقدر يكون خبير في كل شيء. It's not yet known whether the chemicals are to humans are dangerous to humans or not. The book opens with الكتاب ده بيفتتح بي of why some drugs are banned explanation الكتاب مفتتح بي explanation شرح. There is a going around the office. There is a virus. في فيروس في الأوفيس بتاعنا. The movie helped. الموفي ساعدنا إن إحنا her screen career. إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نبوست نرقي أو نحسن. You must leave immediately. لازم تمشي حالا. You are in great danger. أنت في خطر. The public العامة was not aware of the dangerous of the danger
from nuclear waste. يعني هم مش عارفين الدينجر بتاع النيوكلير ويست. It's illegal to use the fire alarm except in case of illegal, ممنوع تستخدم الفاير الارم اللي هو انذار الحرائق الا في حاله الايه؟ الامرجنسي. امرجنسي يعني الطوارئ. We're told to stay, قالولنا ان احنا نستي calm, نقعد هادين. As help was on the way, لان في help يعني مساعده في الطريق. Here has improved. Sorry. I tried to stay calm and just ignore him. حاولت ان انا اقعد هادي واignore him وتجاهله وخلاص. The victim suffered brain damage. الفيكتيم الضحية بتعاني منين؟ من البرين دامج. Suffered from severe brain damage. Severe يعني شديد او قاسي. Local residents have angrily to the news. Have reacted angrily يعني تفاعلوا بشكل غاضب. Sneezing is the most common way spreading an infection. Way of. My friend was given, I am convinced that saved his life. My friend was given CPR. CPR, cardiopulmonary resuscitation, اللي هو الانعاش القلبي الرئوي. Do you think that, هل تعتقد أن you can him to lend us the money? You can persuade him to lend us the money? The bullet hit him in the, البوليت أصابته فين؟ In the chest and killed him, وقتلته. She is the world, هي بالنسبة للعالم هي إيه؟ The world champion. Champion يعني بطل العالم for the third time, للمرة الثالثة. طب الكلمة ده اسمها إيه؟ الكلمة دي كماليون. يا كماليون, قولي لصاحبتك انت كماليون, يعني حرباية. Is a prize, for example, silver cup, كاس فضة, كاس ذهب, trophy. We put some ointment, حطينا مرهم, and a bandage with مضة on the knee, على الركبة. بمضة اللي هي حتة اللزق اللي انت بتحطها دي. When I tried to lift the jug, لما حاولت أشيل الجاج, the handle came off, طلعت معايا الإيد بتاعته. She was wearing a tight pair of jeans, لابسة tight. On long flights, في الرحلات الطويلة, wear loose, البس واسع. You have to notes on what the lecturer says. You have to make notes, سجل النوتس بتاعتك. A programmer programs for the computer, makes programs. اللي يمشي مع programs ايه؟ makes. Which speaker the job shown in the photograph does the job. job بتيجي مع do. You must sure the area is not dangerous. You must make sure. She needs a bandage because she is, هي محتاجة bandage لانها ايه؟ لانها injured, متصابة. I moved closer to, حرف جر مع close to. The man has, الرجل ده عنده ايه؟ injuries, severe injuries. Severe injuries يعني اصابات خطيرة. She must have hurt herself in the kitchen. Her hand is bleeding, ايديها بتنزف, فأكيد اصيبت في الكيتشن. Parents with COVID-19 should be isolated due to the danger of infection. Danger of, عشان ال of دي هاخد الناون وقول of infection. King Lear wanted to divide, الكينج عايز يقسم الكينجدم بتاعته into three parts, kingdom المملكة. The old king had a large amount of, ال old king عنده كمية كبيرة من ال riches, الثروات. Cordelia البنت الصغيرة, بنت الملك لير, couldn't think of a good answer, مش لاقية إجابة تعبر بيها عن حبها لأبوها. The of Kent is very important man. Duke of Kent, ودوك ديت مكانة أو لقب في الدولة البريطانية. Kent thinks that it's foolish. Kent شايف إنها حماقة. To tell Cordelia to go away. تطرد كورديليا إزاي؟ دي foolish منك يا King Lear. When King Lear gets angry with Kent, لما الكينج لير بقى غاضب من كينج, he touches his
حط ايده على ايه؟ على السورد بتاعه، كان عايز يضرب. My friend has strong, he can lift the box easily. صديقي عنده strong ايه؟ strong muscles، يعني عضلات قوية.